السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. معلش احنا بقى لنا سؤال، قرأت يعني سمعت حديث النوم على البطن، هل هو ضعيف صحيح أم ضعيف. كل الأحاديث النوم على البطن ضعيفة؟ هو حديث واحد ضعيف. اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم وجد وهو نايم على، هو نايم وقال هذه نومة الشيطان؟ ضعيف ضعيف يبغضها الله، ضعيف. في جزاكم الله خير. سنده رجل يقال له يعيش ابن طهفة، وابن طهفة هو ضعيف. ربنا ما يقطعه. حبك الله وإياك، وحبك الله يرحم الأردني.